الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعينا الكرام، اهلا وسهلا بيكم في كل مكان. فيديو جديد، حلقة جديدة هنتكلم فيها اكيد عن النادي الاهلي، هنرد فيها ضد الاكاذيب والشائعات. لكن في البداية ما تنساش افضل حاجة بنبدأ بيها فيديوهاتنا الصلاة على الحبيب، فاللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا سيد الخلق اجمعين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. نروح على طول على اول فقرة معانا. يعني لما تشوف الاعلام التونسي، الاعلام المغربي، الاعلام الجزائري، الاعلام العربي عموما، لما تشوفوا الاعلام الافريقي والاعلام العالمي لما بيتكلموا عن النادي الاهلي واداره النادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي، بيتكلموا على ان النادي الاهلي ده نادي اوروبي، نادي اوروبي وبعيد جدا عن اي فرقه من فرق القاره الافريقيه او حتى فرق الوطن العربي، وان النادي الاهلي ده مؤسسه منظومه رياضيه عريقه كبيره، وان لازم كل الانديه تتعلم من كيفيه اداره النادي الاهلي لهذا الصرح العملاق والكبير. لكن تيجي تبص على الطرف الاخر والنادي المنافس تلاقيه بيتكلم في حاجات، يعني انا مش عايز اقول حاجات تافهه، يعني ما شفتش مثلا اعلام تونسي او اعلام مغربي او اعلام جزائري يطلع يقول لك اصل الاهلي بيكسب افريقيا عشان بياخد رعايه اضعاف 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 اللي بتاخده الانديه المغربيه والانديه التونسيه والانديه الجزائريه. اعتقد ان النادي الاهلي كان يحتاج الى منافسين بعقليات افضل، منافسين يعني بيحبوا ويفضلوا التنافس داخل المستطيل الأخضر، التنافس الشريف اللي هو أنا بخسر بطلع أقولك مبروك، أنا خسرت لأن عندي واحد اتنين تلاتة محتاج أزبطهم. لكن للأسف الشديد احنا بنتعامل مع منافس وجماهير وإعلام منافس، دايما كل ما بيخسروا يفكرك بوكالة الأهرام. يا ابني ما بقاش في وكالة أهرام أصلا، وكالة الأهرام ما بقتش ترعاني أصلا، بالرغم إن هي في وقت رعايتها للنادي الأهلي كان الأهلي بياخد ثلاث أضعاف اللي بياخده الزمالك. خلصت وكالة الأهرام، جت برزنتيشن، وجت بعد كده وكالة ميديا برو، وبعد كده برزنتيشن وصلة، وبعد كده برزنتيشن، وبعد كده الأهلي بيسوق لنفسه، برضه ما زالت النسبة هي هي، ثلاثة الأهلي واحد الزمالك، كل جنيه بياخده الزمالك الأهلي بياخد ثلاثة أو أربعة، كل مليون بياخده الزمالك الأهلي بياخد ثلاثة أو أربعة، هي دي النسبة. إذن وكالة الأهرام ما كانتش بتظلمك، يعني الأهلي دلوقتي بيسوق لوحده، بيبيع منفردا، بيبيع حتة حتة. اشي كم او كتف التيشيرت، صدر التيشيرت، ظهر التيشيرت مع نفسه، جمع مبلغ مليون مليار و400 مليون في اربع سنين. نادي الزمالك لا عرف يبيع منفرد ولا عرف يعمل حاجه، فقال لك الحقوني الحقوني يا خلقي اهو بغرق، فراحوا جايبين له شركه برزنتيشن راحت واخده، بدل ما يلاقيش حاجة خالص، بدل ما يلاقيش حاجة خالص ويدوله تلت اللي بياخده النادي الأهلي. عايز أقول في منتخب مصر للكرة الطائرة سيدات حصل أمر غير طيب، تعدي لفظي ما بين لاعبة الزمالك فريدة العسقلاني وما بين مدرب منتخب مصر، مشادة كلامية، ووصل الامر الى تعدي لفظي. بناء على هذا التعدي اللفظي تم استبعاد اللاعبة من معسكر منتخب مصر في اليونان. السؤال، هل ممكن نشوف فريدة العسقلاني بيتم ايقافها، بيتم التحقيق معاها، ولا السيدة هناء حمزة نائب رئيس الاتحاد المصري للكرة الطائرة هيكون لها رأي آخر، هتتدخل وتلم الموضوع كعادتها؟ في لاعبة في نادي الزمالك ما كانتش بتلعب، انضمت لمنتخب مصر في الوقت اللي
نفس المركز في النادي الأهلي أفضل منها وبتلعب، ما انضمتش لمنتخب مصر، لم يتم ضمها لمنتخب مصر. ليه؟ ليه؟ اسألوا هناء حمزة، اسألوا هناء حمزة السيدة الحديدية المتحكمة في اتحاد كرة الطائرة. عايز أقول ردا على خفيفي أحمد خفيفي اللي بيقول لك المسؤولين بيروجوا إن الزمالك والأهلي مباراة قمة وإن الاتنين قطبين. إحنا عمرنا ما قلنا إن الزمالك والأهلي قطبين، عمرنا، أنتوا اللي بتقولوا كده والله مش إحنا. إحنا شايفين إن الأهلي لا منافس له، إن الأهلي عيب قوي وفارق شاسع قوي لما أحط الأهلي في مقارنة مع أي نادي مصري آخر، انتوا اللي بتقولوا كده. خفيفي قال لك الدولة بتدي الاهلي حتى لو خسران 10 اضعاف اللي بتدي للزمالك، حتى لو كان الزمالك هو البطل. وهذه كذبة، هذه اكذوبة، هذا تدليس، هذا باطل. عمر الاهلي ما خد اولا حاجة من الدولة، ده رقم واحد. الدولة لو دعمت الاهلي بقرشين بتدعم الزمالك بقرشين، خلينا نقول كده بس، خلينا ما تقولش الزمالك بياخد اكتر، خلينا نقول قرشين وقرشين، الاهلي بياخد زي الزمالك، ده اللي ظاهر قدامنا. فكرة الرعاية منتهى الجهل، منتهى الجهل والتدليس، انك تطلع تقول الدولة بتدي الاهلي 10 اضعاف او 3 اضعاف او ضعفين حتى، لأن الدولة ملهاش علاقة بالرعاية، ده رقم واحد. رعاة النادي الأهلي دلوقتي كلهم أجانب، كلهم من بره مصر. كون إن أنت فاشل يا خفيفي وعايز تسوق قطيع بياخد أي كلمة أنت بتقولها على إنها قرآن منزل وبيصدقوك، ده حاجة تانية، ده حاجة تانية. مش ذنب إن هم قطيع بيصدق أي كلمة بتتقال، لكن احنا لازم نرد، وده دورنا سواء كنا اعلام او سوشيال ميديا او جماهير النادي الاهلي، ان الكذبة تفند بالاسانيد والادلة والبراهين، وده شغلتنا. النادي الاهلي العقد الحالي للرعاية، كل الشركات اللي على تيشيرت الاهلي من بره مصر، من بره مصر، وده اللي حارق ناس كتير. لكن الزمالك لما لقوا الزمالك هيغرق ومش عارف يجيب حتى كيسين فشار يحطهم على التيشيرت، راحت برزنتيشن راعت الزمالك وجابوا له احدى الشركات علشان تتحط على تيشيرت نادي الزمالك. عايز اقول مهيب عبد الهادي اللي عمله خداع ويستحق الايقاف اكيد، ولكن هل اللي بيعمله خالد الغندور وحبة الجمال ومجموعة الهزازين ألا يستحق الحساب والعقاب؟ مهيب عبد الهادي بجلالة قدره، وهنا جلالة قدره ليس لها علاقة بشخص مهيب، مهيب غلبان، لكن أنا بتكلم على القناة اللي بيشتغل فيها مهيب، قناة MBC مصر المملوكة للسعودية، في 10 ساعات اتعاقب مهيب عبد الهادي وتحول للتحقيق. 10 ساعات، الامر لم يستغرق 10 ساعات ويمكن اقل. لكن الناحية التانية عندي مذيعين واعلاميين وصحفيين بيطلعوا في قنوات 24 ساعة تلفيق واكاذيب وإثارة فتنة وكل حاجة، كل حاجة ممكن تتوقعها ولا تتوقعها، محدش بص عليهم ولا قال لهم ازيك حتى ولا حتى سلامات. جيمي فولا، يبدو ان جيمي فولا لسه بيشرب، يشرب مية، يشرب اللي يشربه بقى. جيمي فولا اللي الاهلي طردوا في يوم من الايام بسبب سهروا في الكازينوهات وراء الراقصات، جيمي فولا قال لك بصوا يا جماعة، بصوا بقى يعني عشان تعرفوا بقى اللي فيها،
الزمالك هيعمل فرع افريقي، فرع اكتوبر، وهنسميه فرع افريقي. الزمالك هيعمل فرع اكتوبر، وفرع اكتوبر ده بقى اهم ان احنا نكسب بطوله افريقيا. ليه؟ افهم بقى، افهم بقى يا عم، خلي عندك دم افهم. هناخد فرع اكتوبر ده اهم من بطوله افريقيا. ليه بقى؟ اشتري منه بقى، اشتري يا بيه. قال لك فرع افريقيا ده هيدخل لنا فلوس، وفلوس كتير قوي قوي قوي، ياقوت، مرجان، زمرد، جوهرات، فلوس. ولما يبقى معانا فلوس، الفلوس دي اللي تخلينا نكسب افريقيا. كل سنه، كل سنه هنكسب افريقيا ثلاث مرات، مره قبل الفطار، مره قبل الغداء، مره قبل العشاء. مع اننا احنا عايزينك تنام خفيف خفيف، بس لا، هنجيب لك بطوله افريقيا قبل العشاء. فلوس بقى، اوميغا، هندسه بقى. اللي عمله الاهلي في 20 سنه احنا هنعمله في 4 سنين. مش الاهلي عنده 11 بطوله؟ 5 سنين بالظبط هيبقى عندنا نفس ال 11 بطوله. بس هنعمل الفرع الاول، هنعمل الفرع الاول، فتحملونا بقى. ها، محدش يجي يتكلم معانا في افريقيا الا لما نخلص الفرع. نخلص الفرع من هنا هنوديكوا كاس عالم من هنا. ليه؟ بالفلوس. فلوس يا بيه، رايحه وداخله وخارجه. جميل جميل. عايز اقول قمه الخزي والعار لما واحد زي بيليا الدلدول يتقال عليه اعلامي. والله العظيم يا جماعة، أبجديات الإعلام هو احترام المعلومة. مش أي حاجة بشوفها أجري أقول هي يلا انفراد وخدوا معلومة خبر. لازم يكون في تدقيق. لما تطلع لي صورة زي دي، بصوا يا جماعة هوريكم بوست. البوست ده اتعمل بعد ماتش الأهلي والوداد المغربي. علاء الدين ومحمد صبري عملوا البوست ده، خدوا الصورة بتاعت علي معلول مع محمد عبد المنعم بعد الجون، وعمالين يعني بيحضنوا في بعض وبيعيطوا هما الاثنين. فمحمد وعلاء كتبوا البوست ده، قال لك خناقة بين الأهلي بين علي معلول. هما بيهزروا، هما أهلاوية بيهزروا، بس هما عارفين عقلية المنافس، عارفين عقلية المنافس. فقال لهم خدوا يلا، احنا نفرح احنا في البطولة ونعمل سطلنة، وانتوا اقعدوا ايه، قولوا ان علي معلول ومحمد عبد المنعم بيتخانقوا. بعد 5 6 ايام بيليا الدلدول شاف البوست ده، قال لك بس يبقى دي خناقة. وطلع بيليا الدلدول في قناته وصفحته على الفيسبوك، قال لك خناقة عبد المنعم وخناقة معلول، ومحدش جاب السيرة، ومحدش اتكلم، ومحدش عمل. عشان تعرفوا ان النادي بتاعنا دايما مرصود من الاعلام، لكن النادي بتاعهم محدش بيتكلم. والناس صدقت على فكرة. المشكلة ان الناس بتصدق. بيليا الدلدول لو قال له جمهوره الشمس تشرق من المغرب هيصدق، والله هيصدق. اي حاجة بيقولها لهم بيصدقوا، مع انهم عارفينه انه كذاب، لكن بيصدقوا. عارفين ان هو كذب عليهم كتير بيصدقوا. في خناقه وفي ازمه وفي مشكله وفي شغل اسقاط ما بين كابتن ميدو وكابتن اسامه نبيه. اسامه نبيه اللي في تصريح منسوب له قال لك جمهور الزمالك بيضحك عليه بسهوله. دي انا متاكد منها، ناس طيبين قوي يا خالد. قال لك في واحد مفهمهم انه عالمي، وان كل الانديه اللي لعب فيها مراكز شباب اصلا، وبيقول لهم انه بيخطط للنادي وهو ما يعرفش يخطط مصاريف بيته. حلو، ده هنا اسقاط على مين؟ ميدو. فميدو في برنامج ريمونتادا قال لك الشخص الحاقد الكاره على نادي الزمالك واللي يعتبر من ابناء الزمالك كلم سيف فاروق جعفر وحاول يقنعه انه يروح بيراميدز وانه لازم يمشي من الزمالك. وزوجة الشخص ده كلمت والدة سيف جعفر
وحاولت تقنعها ان ابنها يمشي من الزمالك والكلام على عهدة سيف جعفر. الجمهور مش غبي، انت جواك غل والناس فضحتك، والراجل ده عمل مشكلة كبيرة جدا لكارتيرون وجهازه ايام ما كان موجود. ياللي رايح كتر كتر كتر، وهات معاك كتير من الفضائح. شكرا لك.